والآن مع أحوال الطقس والأخبار الجوية. أحوال الطقس ودرجات الحرارة تستعرضها لنا من جديد ليلى. شكرا لكم، ونتابع أهم وآخر أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل لدفء على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة والعظمى فيها 29، الصغرى 16، الإسكندرية 23-13، مطروح 21-12، بورسعيد 27-15، الإسماعيلية 30-12. نتحول للسويس 28-14، العريش 28-14، طوبة 26-14، شرم الشيخ 29-18، الغردقة 30-16. درجة الحرارة العظمى في الأقصر 30، الصغرى 13، أسوان 30-14، الوادي الجديد 30-11، شلاتين 30-15، وأخيرا حلايب 27-16. والآن أستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.